لدولة الكويت مكانتها الرائدة عالميا في تقديم كل أشكال الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام ولأصحاب الإعاقة السمعية بوجه خاص، وذلك من خلال تسهيل كافة متطلباتهم في جميع المجالات الحياتية. وفي هذا السياق انطلقت حملة لنحقق حلمهم. قانون 8 من 2010 والذي يهدف في أساسه إلى دمج المعاق في المجتمع دمجا كليا، فجميعنا يعلم بأن المعاق يتمتع بقدرات حباه الله بها يحتاجها المجتمع، فكم من الموهوبين والمتفوقين وأصحاب الإنجازات هم من ذوي الإعاقة. بعض أهداف هذه الحملة: أولاً تعليم القرآن الكريم وسائر ضرورات الدين من خلال لغة الإشارة لفئة الصم، تخريج معلم القرآن بلغة الإشارة، المساهمة بتأهيل وتدريب مترجمي لغة الإشارة، مساعدة الصم على تجاوز عقبة الإعاقة والاندماج في المجتمع، وأخيراً توظيف التقنيات والوسائل التعليمية الحديثة لخدمة الصم. الحملة تأتي انطلاقاً من أهمية التعاون والشراكة بين مؤسسات وجمعيات ومبادرات المجتمع المدني، وتهدف إلى تسليط الضوء على فئة الصم والبكم عن طريق طرح متطلباتهم في جميع وسائل الإعلام، والتركيز خاصة في مجال التعليم الديني بحفظ القرآن الكريم وتفسيره. إظهار وإبراز إخوتنا ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم، وبدأنا باعتبارنا بجمعية المنابر القرآنية أن يعني يكونوا قارئين للقرآن الكريم، وهذا يحتاج منا إلى معلمين في لغة الإشارة وإلى طباعة المصحف الكريم وإلى تعليم التلاوة والتجويد وما إلى ذلك. جمعية المنابر القرآنية وبالتعاون مع مبادرة كفو ساهموا في تقديم دورات تمهيدية للغة الإشارة للفرق التطوعية، ما أسهم في نشر هذه اللغة على مختلف الفئات العمرية كي تيسر التعامل مع فئات الصم وتسهل اندماجهم في المجتمع. حسن بن غيام لبرنامج العالم هذا الصباح.